واخيرا عدنا لاكتشافنا لقرى حول انحاء العالم. لكن فيديو تاعنا اليوم ولا قريه تاعنا اليوم اللي راح تكون مميزه بزاف بزاف، راكم تشوفوا التصويره تاع ايدي ربي يرحمه، هذه القريه اللي موجوده في الجزائر في ولايه بجايه بالضبط. حاجه اللي تميز هذه القريه انها ثاني انظف واجمل قريه في الجزائر، راح نتعرفوا على عادات وتقاليد الشعب الامازيغي لهنا. هذو بانوا كيما تاع المكسيك. تاع المكسيك. وش يعيطوا لهم لهنا بالقبيليه؟ هذه المطلع. المطلع. وهذا شابو شباب، هذا شابو جبتوا من هذه القريه. لذا مرحبا بكم معنا في قريه زونطار، يلا بينا نكتشفوها. جماعة الخير، السلام عليكم، صباح الخير عليكم، إن شاء الله راكم بخير وعلى خير. عندي بزاف 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 ما بنت على بالي، ولكن حبيت نقول لكم رحلتنا الاستكشافية راهي بدأت الحمد لله لأحد القرى اللي هنا في الجزائر، بين القرية تاعنا اليوم اللي راح نكونوا في بجاية. حبيت نوريكم لافي كيفاش راهي تبان، شوفوا المنظر اللي راهو بزاف بزاف شباب. المهم هذه هي المنظر من داخل الغرفة اللي كريناها تاع نهار اليوم، شوفوا الحال كيفاش راهو شباب، راهي بزاف بزاف شابة الحالة. جولتنا الاستكشافية راح تبدا دوكا، ولكن قبل ما نبداو جولتنا هذه حبيت نشارك معكم الغرفة اللي كريناها في نهار اليوم. هذه الغرفة اللي كريناها في المرقد، يعني جينا باش نكرو في مرقد جماعي، ولكن مع الأسف الشديد لما دخلنا شفنا المرقد لقيناهم بالدخان، ولقيناهم مع الأسف الشديد هذه ظاهرة ما نحبوش نشوفوها في المراقد، يعني حاجة ما تشكرش. اليوم كرينا غرفة، الغرفة تاع نهار اليوم اللي كريناها 240 ألف لليلة، تقاسمناها أنا والصديق تاعي الرحلة تاع نهار اليوم، واللي استقامت لنا 120 ألف 120 ألف الوحدة. هذه هي الغرفة تاع نهار اليوم. دوكا أنا خرجنا من المرقد هذايا، الجو اللي راهو بزاف بزاف شباب. الحاجة دوكا اللي راح نديروها أنه راح نطلبوا ياسر باش نروحوا لهذه القرية، لأنه القرية تبعد حوالي 50 كيلومتر من مدينة بجاية باش نوصلوا لها، ولكن على حسب شوف الآن ما نشوفوا حتى تاكسيو اللي يقدر يدينا، ثم الحاجة الوحيدة اللي راهي في يدينا الحمد لله كي تمشي ياسر. راكم سعد المغامرة تاعنا اليوم؟ إن شاء الله توكل على ربي. راكم تشوفوا اللي راح تدينا 114,000 دوكا الحمد لله راهو أكسبتا دوكا، أنه كنا خايفين بزاف أنه ما نلقاوش الشيفو اللي يقدر يدينا. سيرتو الجمعة صباح ربي. ايه الجمعة وبجاية ما كناش عارفين اسكو ياسر تمشي لهنا ولا باخير. وبعد أن طويل الحمد لله رانا وصلنا لأحد القرى اللي هنا في بجاية، قرية زونطار. هذه القرية اللي كلاسات المرتبة الثانية في أنظف وأجمل القرى هنا في الجزائر. الحمد لله رانا قدرنا نجيو نوصلوا لهذه القرية اللي راهي بزاف بزاف، راهي تبان شابة الحمد لله. راح نديكوفريوها مع بعض، نعرفوا شوية تاريخها ونتعرفوا على العادات والتقاليد الشعب تاع القبائل بطبيعة الحال. شوف كي تكون تمشي لهنا الخلوي بأتم معنى الكلمة، شوفوا الديار كيفاش مبنيين ما شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم. السلام. الله يسلمك، بارك الله فيك. بارك الله فيك. طون فان، دونك مرحبا بك. ربي يحفظك. مرحبا بكم في قرية زونطار، تابعة لدائرة شميني، جاية في ولاية بجاية. ثاني أنظف قرية في ولاية بجاية. ثاني أنظف قرية في الجزائر. كم اللي دات فيها ثاني أفضل؟ 2019 بعد قرية شكون الأولى؟ أجمل ثعمر، جاية في أذكر. واش من ولايه؟ كيف بجايه، ولايه بجايه ما شاء الله. كيف. قريه ما شاء الله. الحاجه اللي لاحظوها ان الحيوط راهم كاينه ذو لي ديسان، ذو الرسومات اللي عطاو الجمال في هذه القريه، يعني كي تجي الحاجه المميزه في هذه القريه انك تلقى هذه الرسومات اللي بزاف بزاف شابين. والحاجه الثانيه كبع الامازيغي كيشوفها ما شاء الله، شوفوا الحاله كيفاش راهي، بزاف بزاف نظيفه ما شاء الله، يعني الوسخ كامل ما تلقاهاش في الارض، يعني قايمين بها ما شاء الله بادوات بسيطه. بادوات بسيطه. ادوات بسيطه ما شاء الله، الله ما شاء الله. يعني هذه القريه كبيره ولا صغيره؟ شويه صغيره شويه. واحد 700 بيطو ولا 700 هكذاك، سما يقول لك 700 واحد راه عايش لهنا في هذه القريه. رحله نهار اليوم، شكون اللي كان يقول رياض من دول تاع اسيا راهو الان في قاره الجزائر، يعني هذه الجزائر راهي قاره راهي كبيره. ازول تقدم تشطحي البركه، هذه هي التقاليد والعادة تاعنا ما شاء الله. شغل يعني هذا يخدموا لي شابو هادو ما شاء الله. باش راهم يخدموهم شهم يستعملوا هذا؟ هذا عباره عن واش؟ هذا يجيبوه نورمالمون في تيارت. واش راهي؟ متيارت. يجيبوه متيارت، يقعدوا يكسروا هكذا
داكور باشطون يخدموا لي شابو كيف يقولوا نقفي في باريس. ومن بعد وين يبيعوهم هذو لي شابو للاستعمال ولا للبيع؟ للبيع زوج. داكور 16000. ما شاء الله. راه شحال شحال تاخذ الوقت باش تكمل باش تخدم ليوش؟ ايه ايه يخدموا زوج ثلاثة في النهار. ما شاء الله. كانت بخير. لي واجد حنا ندو ثاني ندو معنا. روح وين ماجد ملاش جاوي. شغل. قال كي هاد الشري راه. ايه نشري ايه نشري ايه. في شحال هما يخدموهم؟ صافي بالك قبل ما نولدوا ما كاش بلا شحال تخدم انا نزهر شحال كي تخدم فاتي كجي تسمى المواد الاوليه باش يخدموا هذا الشابو يستعملوا فقط هذا الورق والله ايه هذا الورق ما فهمناش شنو هو يجيبوه متيارت نورمال متيارت ام يقول له هذا الورق اللي راه جاي لحد الان ما عرفتش اللي يعرف يقول لنا في التعليقات يقول لنا واش اسم هذا الورق اللي يستعملوه باش يخدموا الشابوات هذوك الشابوات اللي تقيك من الشمس في طبيعة الحال في فصل الصيف دوكا راح نسيو الشابو لهنا في هذه القريه هنا في بجايه ما شاء الله هذو بانو كيما تاع المكسيك تاع المكسيك صبريرو صبريرو واش يعيطوا لهم لهنا بالقبيليه هذه المطلع 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 هذو تاع سخانه صيف المهم حنا قررنا باش ندو هذو طلع اللاعن قفف صح بغيت نقول لكم سكان القريه يعتمدوا على الصناعات التقليديه باش يخدموا هذو لي شابو اللي ما على باليش اسكو خرجوا عليا والله لا ودينا هذه القفه حاجه مليحه انه يصنعوا النساء الكبار اللي هنا في القريه هنايا وبيعوهم ومن بعد للمحلات الكبرى في بجايه لا يعني انا العادات والتقاليد تاعنا باغ اكزومبل صافي بليزير والله صافي بليزير الله يعطيك الصحه البركه هاولي كبار ايه كاين كبار ثاني هاولي موديل صور صور ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذو لي نابرو حط عليهم زعما يعني نابرو جوجا جوجا قال كاش راه كم زوج مازال متزوج مازال مازال لقبه بالدركه بس كي جيت تلقى كلش واجد ما شاء الله تكليف نزهره نصالحه معرفه الله يبارك ما شاء الله الله يعطيكم الصحه صافي بليزير نتعرفوا على العادات والتقاليد بغيت نقول لكم انه هنا تستعمل هذو القفوف اللي مخدومين بحاجه طبيعيه وحاجه ما تاذيش البيئه خير من البلاستيك تاع يما هذه وتاع هذه تاع زوجة تاع مرتي خلاص وتاع بنتي هاي هاي تاع بنتي هذه شابة تاع أطفال هذا هو حبيبي هذا هو هذا ينحوه متيارت دوكا كيما على بالكم هذه القريه تمتاز بالصناعات التقليديه هذه الصناعات التقليديه يعني كيما تعودنا في القرى في اسيا لما نروحوا لكاش قريه نلقاو ديما الناس تاع القرى يخدموا اشياء تقليديه هذه القريه الثانيه هنا في بجايه يخدموا هذو الشابوات اللي راكم تشوفوا فيهم اللي بزاف بزاف شابين انا ندي دوكا واحده وقولوا لي اسكو خرجت عليا والله لا ولقينا ثاني قفف انا والله حبيت ندي سيفونير من هذه القريه بيان سو باش نمدهم اليما وثاني حاجه باش نتعرفوا على الثقافات ولا الصناعات التقليديه اللي يعتمدوا عليها هنايا في هذه القريه اللي راهي بزاف بزاف عجبني الحال على بالكم عافاك شحال مليحه انك تروح ديكوفري قريه وفي بلادك على بالكم حنا الجزائر تاعنا جزائر قاره يعني وين تروح تلقى بزاف 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 عادات وتقاليد حاجات جديده نتعلموها مع بعض ما راكم تشوفوا باش تعرفوا هذه القريه تمتاز بالصناعه التقليديه راهم دايرين يخدموا لي شابو منا والقفف منا يعني اللي شريناهم دوكا ما شاء الله يعني حاجه بزاف بزاف شابه وثاني كادو يخدموهم القفف هذوما راح تبتاع زيتون كما راكم تشوفوا هذا فاش يستعملوه يجيبوا به الزيتون يجيبوا به الزيتون وقتاش موسم الحصاد تاع الزيتون وقتاش يبدا في نوفمبر في نوفمبر هذو السلل اللي راكم تشوفوا فيهم اللي يخدموهم تانيك يجيبوا بهم زيتون ديجا كي من الداخل راك تشوفوا فيها كحله ما شاء الله احنا ماذا بينا نشجعوا لهذو الاعمال باش نزيدوا نوروا ثقافتنا يعني باش يعرفوها مليح مليح ثقافه باش تعرفوا احنا جزائر قاره يعني وين تروح تلقى عادات وتقاليد جديده لازم نحييوه لازم نبينوه للعالم كامل باش يشوفوا العادات والتقاليد تاع الشعب الجزائري بطبيعه الحال ما شاء الله دوكا تشوفوا كيفاش يخدموا هنا الصناعه التقليديه ما حاجه اللي عجبتني انهم هنا كيجيو يريحوا لهنا يريحوا مع الاشعه تاع الشمس أزول وسلم أزول قولوا مرحبا بكم أنا في بجاية شكرا حال هديش فيلم في هندية أنت كده عليا وش من قرية رانا فيها وش من فيلاج وش يسموه الفيلاج زعنا ايه تاعكم زونتاي مرحبا بكم أنا في زونتاي بارك الله البركة قرش 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 أنت مرة ذاتي صحة بشت الخير
ما شاء الله. كيما راكم تيكون شام يخدموا لهنا يتخيط لاباس. قال لك هادي درتهم اليوم. اليوم هادو جديد. متعاون دخل. قال لك المساعدة للدار. يخدموا يبيعوا يجيو لي كروشي تيشريو. تقدر تقول الرزق تاعهم يجيو من الصناعات التقليدية وبعد ما يخدموا هادو يبيعوهم في بجاية ولا يبيعوهم في بجاية يجيو لي كروشي تيشريو عندهم. داكو. انا غرارة ما كانش القراية. ما كانش القراية. اوكي. تحفظ لي ما ولدنا. صح. قلت ما قريناش يديروا القعاد يقعدوا يكسروا ومن طو يدخلوا الدراهم. مليحة. ما قالوا لكم انه يجوا يريحوا لهنا يجوا يريحوا مجموعات يقصروا ومن طو راهم يخدموا راهم يسترزقوا الله يبارك ما شاء الله خير من القعاد في الدار. خير ما تقعد في الدار. خير ما تقعد في الدار. شيشين غارة صغريتت. تدبر خدمة دردت. دردت الخير. ما شاء الله. أنا بتيت شوية نعاونيت تغرات. قلت لك قريت بناتي بهدو. ما شاء الله. تغرات خدمت. دوكا واحدة راحت لفرنسا. أزاز الأربعة. واحد بنتها الأربعة تروح لفرنسا واحدة راهي تخدم في لاميريا. ما شاء الله. زوج. ساعي غارق شيش. صح. زوج. زوج. زوج بنات. طفلة. زوج. زوج طفلات. زوج طفلات ما شاء الله. ربي يحفظهم إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يحفظهم. أنا ندر عاد التمرش. قلت لك ملاح. داكو ما شاء الله. تقول رجال. لا ما شاء الله تربية تربية. تيين غرات فهمتي تالي سلت. قلت لك تهلاو فيا. ما شاء الله. ربي يحفظهم إن شاء الله. تزوج تتخدم. واحدة مزوجة نهار أربعة تروح لفرنسا واحدة راهي تخدم في البلدية. تزوج. تنقلت قلت لك مرحبا بكم ربي يحفظك ربي يحفظكم ما شاء الله والله يعزك ربي يعزك دوكا كيما على بالكم وصلنا لهذه القريه ولكن حاجه اللي لاحظوها في هذه القريه انه كاين هذو لي ديسا هذو اللي تلقاهم شابين هذو جايين بنوار بلون انه هذاك واحد كاين واحد جيج اللي رسم هذوك تاع الجزائر العاصمه يعني اسمه ما تعرفش اسمه مكي المهم ما كاين اللي نوجه له تحيه في هذا الفيديو الله بارك الله فيه لانه الفيلاج ولا بزاف بزاف شباب بالرسومات تاعو كما راكم تشوفوا حنا نجولوا في هذه القرى تلقى الابواب تاع بكري هذوما يعني مازال بيان سور دوكا مازال محافظين على التراث يعني هنا تقدر تشوف التراث القبائلي لهنا ما شاء الله يعني باش ما يزولش باش يبقى ديما حاضر شوفوا ما شاء الله يعني بيبان تاع بكري كيفاش دايرين الحطب شوف بالحطب وبالحجر ما شاء الله يعني البنيه نتاع بكري كان مركز فقط بالحجر بالحجر وهادو كيفاه تقولوا بالعربيه للقرمود القرمود بالقرمود بالقرمود نقولوا القرمود كيف 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 ما شاء الله يديروا الباب بالحطب ما شاء الله شوفوا البنيه نتاع بكري ويجي سوليد يعني شوفوا شحال من عوام هذا راه عنده سنين وشوف ما شاء الله ومازال شوفوا الحاله تاعو كيفاش راهي يعني كي تجول لهنا في هذه القرى بواحد الخلوه ما نحكي لكمش يعني تستراح نفسيا نفسيا وجسديا يعني اذا جيت مريض راح ترتاح لهنا ما شاء الله هذا ثاني الديسان تاعو هذا ما شاء الله نسر نسر والله وهذا الرمز تاع الامازيغيه ما شاء الله هنا واش سي بورتوجياسكا ولا الاكثريه جياسكا اكثريه جياسكا ما قال لنا في بجايه لا في بجايه تاعنا 90% جياسكا جياسكا كانت ياماتها ما شاء الله بكري دوكا شوف يعني الدخله تاعها تحسهم راك دخلت في القصبه تاع الجزائر شوفوا ما شاء الله بصح شوفوا الجمال شوفوا النظافه كيفاش راهي شوفوا الحجر هذا هو الحجر اللي كانوا يبنوه بكري بكري ما شاء الله كانوا فنانين في الحرب صور الصاصه دخلت هنا يقول لك هذه الحفره اللي راكم تشوفوا فيها اخترقت الباب هذا ايه دخلوا بعد ضربت في الحجر هذه ومن بعد طحت هنا واه 58 ولا يعني الحاجه اللي لاحظوها انه هنايا كل حجره ولا كل باب عنده حكايات وحكايات وحكايات لانه عباره عن تاريخ لهنا فيك قبيل بكري واه يقول لك هذا هما المنازل التقليديه تاع القبائل لهنا ما شاء الله شوف كي تكون تمشي راحة نفسية اسمع الكالمي راهو لهنا يعني راحة شوف وين تروح تلقى الفخار الفخار فهلا ما شاء الله صافي بليزير انه قدرنا نجول هادو القرى ونكتشفوها مع بعض نكتشفوا عاداتهم وتقاليدهم تكلم مع ناسهم تكلمنا مع النساء تاعهم شوفوا ما شاء الله يعني واحد البحوري هنا في القرية ما لقيت راهي كاينة سخانة ولكن راه كاينة واحد البحوري ما شاء الله والحاجة غير تخرج من هذه تلقى الجامع هذايا المسجد اللي عنده بزاف بزاف راح نكتشفوه مع بعض ما شاء الله راحة نفسية يا خوتي والله راحة نفسية يعني الفيلاج كل ما راك تمشي بيه تلقى الرسومات في الجدران حاجة باينة شوف راهم دايرين ما
محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسجد. هذا هو المسجد تاع الشرع. اسم المسجد؟ مسجد شي محندوب العين. ما شاء الله. ودوكا بعد ما نحن نجولوا في هذه القريه دوكا يخلي لنا هذا الجامع اللي ما شاء الله. هذا الجامع عنده تاريخ وتاريخ، يعني هذا الجامع مقبل راح دايرين تصويرته بالقرمود مقبل غير بالحجر، ودوكا كيفاش طوروه وكيفاش خدموه ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هذا هو المسجد. الحاجه اللي مليحه هم دايرين لي بلاكه لهنا اللي عندك لي زانفورماسيون باش تعرف كامل على المسجد. ها هو المسجد كيفاش كان بكري. ما هذا هو الجامع اللي بناوه مقبل. هذا هو المسجد تاع بكري ما شاء الله. شوف بالحجر والقرمود هذا هو البناء. هذا هو الحجر والقرمود، يعني في كل ولايه الجزائر كانوا هكا مبنيين، يبداو بالحجر فقط. بالحجر ما شاء الله. شوفوا لي ديسان رسومات لهنا. انا صلينا الجمعه لهنا، حبيت نقول لكم كاين اليمونطاسيون لهنا كش ما تقضيه سما كلشي قريب ليك لهنا ما شاء الله. الحاجه اللي لاحظوها ان الفيلاج راهو فارغ ما كانش بزاف لهنا. هذا من اجمل القرى اللي راني زايرهم دوكا، يعني القرى في الجزائر الله يباركهم خادمينهم. هذا بروجي تاع شامبينيون ما شاء الله. مازال ما كملش، يكون عنده ان شوت ضو شو تجي فواره فواره بارا. صح خدموه لتحت اللي كانت. شوفوا هذا عباره عن مشروع تاع فواره كما راكم تشوفوا، يخرج الماء منا. صح يقول لك الماء يخرج منا. هذا داروا ان كوان بيردو خدموه لا كروت ما شاء الله. تما وين يكون الكوان بيردو؟ يعني والله حاجه تحفه ما شاء الله. ودايرين خيل لهنا، يعني كل شيء بالحجره والتراب، يعني حاجه بسيطه، يعني ما فيهاش علم بزاف والله، حاجه بسيطه راهم داروا ما شاء الله. كنسيو نهبطوا لتحتها ما شاء الله. شوفوا الخلوي. والحاجه اللي تلي بزاف بزاف نحب نهضر عليها اليوم انه هذه القرى راه نقاب بزاف، يعني نظيفه بزاف بزاف كما راكم تشوفوا، ما كان حتى وسخ، يعني كي راك تمشي في الارض والله ما شاء الله الخلوي باتم معنى الكلمه. والحاجه الثانيه اللي نهضروا عليها ولازم نهضروا عليها انه الناس اللي يحبوا يجوا لهذه القريه ما عليكم فقط انكم تحترموا سكان المنطقه اللي هنا، يعني باش يستقبلوكم وتقصروا معهم وتعرفوا على عاداتهم وتقاليدهم لازم تحترموهم بطبيعه الحال، ماشي تجي بالغنى راكم عارفين ديجا بلا ما نقول لكم. وحاجه ثانيه انه النفايات ما ترموهمش، هذه بكلاسيه ثاني انقى قريه في الجزائر، ما لازم نحافظوا عليها ونزيدوا نطوروها باذن الله، نزيدوا نشجعوهم بطبيعه الحال. الكرمه البخسيس البخسيس بيان سور كلير. مليحه ما شاء الله. جا شويه الوقت تاعها هنا باقي المشهوره كامل بالبخسيس معمره. الكرموش وي سيتو بزيت الزيتون بزيت الله يبارك طبيعي ما شاء الله. الله راه عجبتني هذه القريه ما شاء الله، يعني قريه بزاف بزاف شابه. الله الحمد لله ربي وفقنا انه جينا لهنا ديكوفريوها مع الناس هالبساطه، الناس هالي بزاف بزاف مضيافين ما شاء الله، يعني ملي جيت وحنا نقصروا معاهم وتعرفنا على بزاف بزاف حاجات على حول هذه القريه. وانا نسيي بطبيعه الحال نجرب معكم اي حاجه هنايا في هذه القريه، وان شاء الله نتمنى لكم انكم تجوا تزوروها وراح تتمتعوا بزاف بزاف بزاف. الكارتي تاعنا كاع مخدومين بالارض واش من بكري كان تراب تراب من بعد ديجنا لهنا قاعد شراب مخدومه بهذا داكو. يقول لك بكري كانت الحاله كامل بالتراب، صح دوكا شوفوا كيفاش يستعملوا هذا النوع من الحجر. اسكو لقيت بزاف رسومات تاع النسر، اسكو ترمز الحاجه ولا لا؟ لا النسر يشبه الجبل. صح الشعر تاعنا جاي في الجبل باسكو شفنا بزاف رسومات تاع النسر في كاين واحد داروا الججلي هذا داروا الجبل ما شاء الله. او داير اسمه هذا اسم تاعي. اسم تاعك؟ الاسم تاعي ما شاء الله. مليحه لا سيرياتور باسكو كنت اورغانيزاتور دونك. الله يبارك ما شاء الله، يعني قريه ولا في الاحلام، يعني الانسان يتمنى انه يعيش لهنا في هذه القرى. كما على بالكم انا نحب القرى، يعني تقريبا انا السفر تاعي يكون دائما مبني على القرى، نحبوا نكتشفوا العادات والتقاليد، لانه العادات والتقاليد تلقاهم في القرى ما تلقاهمش في المدن الكبرى، هذا على حسب اعتقادي، لانه يعني في المدن الكبرى تلقى كلش مزيف ما تلقاش الحقيقي، ولكن اذا حاب تعرف العادات والتقاليد الصحيحه والحقيقيه تاع اي بلد تزوره روح زور القرى، لانه هناك راح تلقى التراث تاعك، راح تلقى بزاف حاجات تتعلموها. شوفوا ما شاء الله، يعني بينك كي تشوف هادو الديار. هادي الديار تاع بكري ما شاء الله. هادو رابو ولا؟ ايوا طاحت وحدها خلوها هكذا. خلوها هكذا. فوالا. القرى دائما يكونوا في وسط الجبال، ومع الاسف الشديد في الحرارة ولا في الصيف ينتشروا بزاف الحرائق، وراح نقولوا باك تتقاس هذه القرية ولا ما تتقاسش؟ لا شي. تتقاس؟ لا من 2006 جاوا بارتو باش طفينا. لا حول ولا قوة الا بالله. مع الاسف الشديد هذا علاش لازم نحافظوا على البيئه تاعنا كما على بالكم، يعني كاين اسباب كثيره اللي تخلي الاندلاع تاع الحرائق. ان شاء الله ان شاء الله برك ما يكونش هادو الحرائق هذا الصيف ان شاء الله ان شاء الله. لانه فيلاج شباب كيما هذا ولا ناتور اللي كيما هذا تجي لهنا تكون مريض تبرى
ومن بعد توصل هنا يصراو حرائق ولا ديجا الناس تتضرر، الحيوان تتضرر، البيئه قاع تتضرر، يعني كامل تتضرر. حنا نتمنوا ان شاء الله في هذا الصيف ما يصرا والو ويجوز على خير باذن الله ان شاء الله اخويا. ما شاء الله هذا هو شجر تاع الزيتون كما راكم تشوفوا. ماذا بينا ان شاء الله في الموسم تاع الجن تاع الزيتون ان شاء الله نكونوا حاضرين. شوفوا دوك انا بدينا ندخلوا للجهه الثانيه ولا الجهه المقابله من هذيك القريه، كما على بالكم هذه القريه اللي راهي شويه كبيره، ما نقولوش عليها صغيره وما نقولوش عليها كبيره، يعني متوسطه. يعني الناس ما تاعها قلت لي 700 هكذاك واحد 7 هربوا كاع راحوا كامل خرجوا كاع مع الاسف الشديد. دوك الناس ما راهي قليله بطبيعه الحال، القريه اللي ما راحش تكون كبيره بزاف بزاف، ولكن لما تدخل في هذه القريه ما شاء الله تدخل ديراكتمون في الطبيعه. ديجا شوفوا المنظر كيفاش راح يبان بزاف بزاف شباب لافي. ما شاء الله نروحوا منه ما شاء الله. والله يعطيك الصحه اليوم باش عاونتنا بك لي كومونتير هذا كان يتبع لي بزاف بزاف، خاصه لي فيديوهات تاع بورما. تلاقينا اليوم بارازار راكم تسمعوا. لا تلاقيت معاه بارازار سبحان الله. عبالكم انا من بكري حاب نكتشف القرى في الجزائر، لما وصلت شافني قال لي انت مشيت تاع بورما اللي كنت في بورما. باسكو موالف نكتب لك لي كومونتير. والله باش تشوف. ما تقدرش تشوف كيكون واحد معروف ومكتوب انا جينا اليوم وانا نزوروا الفيلاج تاعك. مرحبا بك خويا. ربي يحفظك والله. ربي يحفظك اليوم والله ما شاء الله هو عاوننا اليوم بزاف بزاف بزاف، يعني نشكروه بطبيعه الحال ونقول له يعطيه الصحه على حول الجوله تاع هذه القريه، عرفنا بالقريه تاعو ونتمنوا انه يكونوا يجوا يزوروا هذه القريه لانك راح تتمتع بالخلوه. كما راكم تشوفوا اسكو كاين واحد يقدر يدور بهم هنا يا والله؟ كاين كاين كاينين قيد. كي توصل لهنا سقسي على اي واحد الناس لهنا مضيافين الله يبارك. حنا ملي جينا انا واقيلا جاي من 8 تاع الصباح وانا هنايا ولا 9 تاع الصباح، ما شاء الله الناس ما شاء الله، يعني مسموح لنا نقصر معاهم. طريق وين تسكن؟ هذه هي الطريق وين تسكن؟ كي نطلع للدار نطلع منا. ما شاء الله. ذوك الهندي تقولوا له الهندي هذا؟ هذا هو الهندي في الصيف. في اسيا لقيت الشجر تاعو بصح ما عندهمش الهندي. ما عندهمش الهندي. ايه عندهم الشجر بصح ما ينبتش. ما ينبتش ما نبيش علاش. بالقبيله نقولوا كرموس. نقولوا له كرموس نصارى ونقولوا له الهندي. مي الهندي بالعربيه. الهندي بالعربيه بصح علاش سموه الهندي؟ ما على باليش وين جاب يعني مش ماهوش جاي من الهند، لو كان جاي من الهند قولوا بالك. الله اللي عنده معلومات حول هذه علاش يقولوا له الهندي هنا في الجزائر خلينا في التعليقات علاش. يقول لك هذه القريه مقبل كانت عباره عن محصره تاع الزيتون، ماشي عباره عن محصره تاع الزيتون، كاين بزاف المحصرات تاع الزيتون وهذه وحده فيهم، هذه اللي كانوا يعصروا بهم الزيتون كما راكم تشوفوا. دوك الدراري راهم يلعبوا لهنا وراهو الريح بزاف بزاف ان شاء الله بكراكم تسمعوني، والشمس ولكن راهي الشمس بزاف بزاف شابه. هذه القرية اللي بزاف بزاف شابة، يعني شوفوا لا في منها، يعني كي تكون تمشي لهنا ما شاء الله. كدايره الحنة؟ ما شاء الله. تونا اليوم راح نهضروا بزاف على النظافة، الحالة راهي نقية بزاف بزاف، وهذه حاجة تعجبني بزاف بزاف في لي فيلاج تاع لي كابيل ولا في القرى تاع القبائل، يعني حافظوا بزاف على المحيط تاعهم، حاجة بزاف بزاف شابة. ونتمنى أن تكون الجزائر كاملة هكا محافظة ويتنشر المقال لهنا في بلادنا، يعني ماذا بينا نشوفوا بلادنا وجهة سياحية بامتياز. لانه يعني خصنا نشوفوا حاجات بزاف بزاف. وحبيت نشكر الاخ سفيان بارك الله فيك على الاستضافه تاعك، ونشكرك كي وريت لنا القريه لانه بلا به هو ما نقدروا نعرفوا والو في هذا الفيلاج. بارك الله فيك على هذا. الله يعطيك الصحه كي شفتك معايا. الله ربي يحفظك. حبيت نكتشف هذه القريه ولكن التوقع تاعي ما كنتش متوقع بلي راح نلقى الجمال تاع هذه القريه كيما هكذا، والله توقعت اني نلقى جمال ولكن جمال كيما هذا والله. الله يبارك ما شاء الله، محافظين بزاف على النمط العمراني تاعهم، على الثقافه تاعهم، التقاليد تاعهم، يعني لحد الان زعما ما ماتتش. هذا صافي بليزير والله، نحب تتعمم هذه كامل في الجزائر نشوفوها. بطبيعه الحال انا كانت عندي تجربه ولو كان نقولوا بسيطه حول دول اسيا، كيفاش محافظين على التراث تاعهم، محافظين على العادات والتقاليد تاعهم. نتمنوا هنا في الجزائر ثاني كيقعدوا محافظين على هذه العادات والتقاليد باش تبقى في اجيال واجيال الجايه باذن الله. والله اخونا سفيان حشمنا اليوم عبالك والله حشمنا وعرضنا اليوم الله يبارك. هذا هو القاطو تاع العيد نورمالمون. هذا هو ما شاء الله. هذا واش المقروط؟ هذا القريوش. القريوش تقولوا له نفس الاسماوات كيف راهو مسحوف. الله يفرحك. تشارك عليا نورمالمون هكا اسماواتهم. انا نسيت اسماء تاع القاطو. ما نعرفهمش حتى المقروط هذاك راكم واحد. شو المقروط وين راك رايح؟ دقيقه نجيب الماء. يا صح
شوف المقروط الله يبارك تاع بلادنا. هذا الكاطو تاع العيد، تسمى هذا الفيديو تصور بعد العيد. عبالك كي تكون في بلد وما تكونش في البلد تاعك بالك تجيك عادي. انا هكاك وتجيني صعيبه يعني، سبقنا وتكلمنا في الفيديوهات السابقه انه نحشم انا من داك ندخل هكا قوره ويعرضوني داخل بيوت. سما ما بالك كي يعرضك في بلادك، يعني تدخل القرية تاعو وليد بلادك، سما الله صعيبه بالنسبه لي هذايا. الله غالب كل واحد كيفاش، بصح انا انسان والله نحشم بزاف بزاف. وانا حاجه اللي مليحه انا كش مشيت في القوره وما تلقاهاش في المدن، هي انه كل حاجه يشاركوها سواء في المليح سواء في العيان. بيان سور يشاركوا الحزن مع بعض، العياد مع بعضهم، رمضان مع بعض، تقول كل حاجه بارطاجي بيناتهم. بلا كي شفناهم كاينه واحد المراه صرا لها بروبليم من صرات، السكان تاع القريه كامل تلموا عليها، يعني يعاونوا بعضهم في الحاجه المليحه في الحاجه العيانه، تلقاهم كامل واقفين مع بعضهم، يعني هكذا الفيلاج، يعني توجور تعاونوا بعضاكم. والله صافي بليزير بارك الله. والله تعاونوا كاع في الفرح ولا في القهر. والله صافي بليزير في العياد في رمضان في رمضان. والله صافي بليزير بالكم كي تشوفوا حوايج كيما هادو. ما تحشش قساوه الدنيا والله. هيا دوكا خلينا نجربوا المقروط. بسم الله. انا التقييم ياهو كيما كل بصحتكم، ما تحشموش. 20 على 10 ما شاء الله. ما شاء الله. هذا مخدوم باتقان وبحب. واه وي. وبمواد طبيعيه. ما شاء الله. ما جنيت نقعد انا وهو طب لك كيما كيشوف ديروا كومونتير ما يقراش معمر راكم تشوفوا. والله القلوب سبحان الله تنتحي. والله سبحان الله يقول لك ضل يعلق لي في الفيديوهات ولا انا والله رجامي ولا مرات لقيت التعليق تاعو، باسكو شحال من خطره نتلاقى بتعليقات يقولوا لي روح زورنا روح زورنا، نريبوند عليهم ديما نقاد الكونتاكت تاعهم. صح ما انا ما قريتش. والله في حياتي من الاخر سبحان الله جينا هذه اول هذه اول قريه نكتشفوها هنا في الجزائر وسبحان الله نتلاقينا به. دوكا وصلنا باش نشوفوا رمز من رموز تاع هذه القريه ولا الامازيغ اللي هنا. كما راكم تشوفوا هذه مراه كي تنحي الزيتون الشجره تجيب الزيتون هنا ومن بعد تدير المعشره. سما هذه القريه مشهوره من قبل بالعصر الزيتون لهنا. فوالا عندنا الزيتون باش ينجو الزيتون ما شاء الله. وهذه هي المحصره تاع بكري. وهذه المعصرة اسكو مازال يخدموا بها في الوقت الحالي في دوكا؟ كاين معصرة يخدموا فيها. هذا ما تخدمش هذه ما تخدمش هذه شغل شغل تمثال. مي كاين معصرة هنا عندنا في لاري شنو. سما هذه هي المعصرة تاع بكري شغل الروض هكا يدوروا. تحط الزيتون هنا هذه ومن بعد يخرج الزيت هكذا. الله يبارك. هذه هي المعصرة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هذا هو انا في الساحة تاع الفيلاج لهنا. ديروا بزاف بزاف شباب نلقاو هذه المراه تجسد المراه الامازيغيه باللباس التقليدي. اه باللباس التقليدي لاروب كابيل ما شاء الله. وهذه السله اللي شفناها قبيله قبيله هذه السله اللي شفناها قبيله كما راكم تشوفوا فوقها الزيتون ما شاء الله. والرسومات بطبيعه الحال تاع الامازيغ ما شاء الله. راكم تشوفوا حاجات بسيطه قدروا يخدموا القريه تاعهم ويردوها من اجمل القرى في الجزائر. يعني راك تعرف الجزائر راهي قاره راهي كبيره وقدروا يخدموا بحاجات بسيطه حوايج كيما هادو ما شاء الله. شوفوا الشله كيفاش الود بالكاميون جبنا الحجر هادو راكم تسمعوا راه يقول لك هبطنا من الكاميون هما تكلفوا بكلش يعني انتم درتوا كلش ما شاء الله. يعني وحدهم خدموا القريه تاعهم ردوها من القرى السياحيه اللي هنا في الجزائر. والله صافي بليزير. ودوكا كاين اللي راكم تشوفوا فيه هذا هو ملك الامازيغ يوغورطا. يوغورطا اسمه بالقبيليه الفوقا يوغورطا. وهذا هو الشكل تاعو كي كان من قبل. في فوتو هكذا. الله صافي بليزير. حافظي على التراث. وهذه هي الساحة تاع القرية، الساحة اللي بزاف بزاف شابة. هذه هادو بالقبيلة وشمو أفجي هاولي كان. وشنو أفجي؟ هذا أفجي. وش معناتها؟ هذوك اللي يعلقوها. كسنسلة. كسنسلة فوالا تعرف. صح. ويقول لك هذيك شغل السنسلة تاع الأمازيغ، تاع النساء يديروهم النساء هذو؟ نديروهم النساء. ويكونوا بالفضة؟ بالفضاء كي تلبس لاروب كابيل تزيد هادو. صح يقول لك يلبسوا اللباس التقليدي تاع الامازيغ كيما على بالكم لي روب هادوك يزيدوا السنسله هاديه لي كولور تاع الفضاء هادو ما شاء الله. بكري كانت تخدم دوكا ماهيش تخدم. لا ماهيش تخدم. شوفوا كيما راكم تشوفوا المعصره هذه زمان كيفاش كانوا يخدموا. كيما قلت لكم كل حجره عندها حكايه، يعني كل حجره كل حاجه نلقاوها في هذا الفيلاج عنده حكايه ما شاء الله. هما مازالوا محافظين على التاريخ تاعهم يعني صافي بليزير. والله هذه القريه كانت تشتهر بانتاج الزيتون لهنا، كانوا يجيبوا الزيتون لهنا ويعصروه هنا. المعصره اللي راكم تشوفوا فيها يقول لك هذه جديده اليوم يعصروا فيها درك. هذه هي القديمه وهذه هي الجديده. يقول لك الجديد حبوا والقديم ما تفرطش فيه. هذه تولي تخدم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذا هادو ماتوا
شهداء. سما شهداء تاع هذه القرية هذا؟ تاع القرية في 19. الله يبارك. سما شحال كاين من شهيد زوج ثلاثة؟ 19. كاين 19 شهيد في هذه القرية. كاين اللي قتلوهم، كاين اللي عذبوهم، كاين ربي يرحم. ربي يرحم كامل الشهداء الأبرار والله. تحية الجزائر كما قلت. خوتي وأنا نجول في هذه القرية الحاجة المليحة اللي أنا نشوفوها، شوفوا لابوبال. لا بها هنا ما تلقاش كامل الخماج، ما تلقاش كامل لابوبال مرميه. يعني شوف كيفاش حاطينها لهنا، كي تجي تلقى يرمي الزبل تاعهم. باسكو الحاجه اللي يروح حتى هنا في الجزائر، وين ترمي النفايات تاعك يرموا الساشيات خارج المحيط هذا كيتعمر كامل بالنفايات. ولكن دوك الان كما راكم تشوفوا الحاله كامل راهي منظمه، لابوبال كامل داخل هذه الكاجه هذه، ومن بعد مع الاخر يجي الكاميو والله. يجي الكاميو يديهم. يجي الكاميو يديهم ما شاء الله، والكارتي هذا يبقى نظيف ويبقى هايل ويبقى نقي، والطابع العمراني اللي زايد فيه النص ما نحكي لكمش. والله صافي بليزير نشوفوا مناظر كيما هذا، كيما راكم تشوفوا فيلاج نقي، الدراري يلعبوا ما شاء الله، صافي بليزير والله. اقول لك بلي هنا كاين السورس تاع ما شاء الله، شوفوا كيفاش مبنيه من برا. دوك نسيو ندخلوا لداخل، شوفوها تشعل. وكاين الحوت. كاين الحوت ما باش اسكو راكم تشوفوا فيه والله. لا ولكن راه كاين الحوت لهنا. جريت ميز في هذه القريه كاين بزاف، ماشي في هذه القريه يعني في ولايه بجايه، كاين بزاف من المشاهير اللي خرجوا من هذه الولايه، كمثال زيدين زيدان اللي راكم تشوفوا فيه ما باش الكاميرا لا تبينه. وكاين معطوب الوناس اللي راه هنايا، راني حاب نروح نزور القبر تاع معطوب الوناس في تيزي وزو. في تيزي وزو تقدر تشوف الطوموبيل تاعو، تقدر كل شيء تدخل. وهذا هو التصوير تاع معطوب الوناس. يعني كاين بزاف مشاهير اللي راهم مرسمينهم في الجدارات معطوب الوناس الفوق يدير، والفوق يدير اللي صورناه قبيله. يعني كيما قلت لكم هذا الفيلاج يتميز كثير من الرسومات. دوكا كيما يقول لك التوت. تاكل التوت ها؟ ما شاء الله. والله صافي بليزير. مازال شويه الوقت تاعها. مازال ما طابش بصح راهي الحبه راهي تبان شويه شويه طيبه. نجم تجي سخانه. او حلو. والله راه حلوه بزاف بزاف. والله التوت ما شاء الله. توحشت الاجواء في بلادي. راكم تقولوا بلادي ما فيهاش وما فيهاش. كاين بزاف حاجات راح نتعرفوها مع بعض في بلادنا باذن الله. انا رواح خويا صفيان نشكرك. خويا صفيان اللي اليوم عاوننا بزاف بزاف. مرحبا بكم صافي فريمون كرون بليزير. ربي يحفظك. والله كنا نقصروا جرينا قال لي هذاك مشيت لي كوتي بورما سبحان الله. كنت تتبع فيه شاك فوا نديروا لي كومونتير نقولوا روح الدشره تاعي اليوم فطنت على الوحده باسكو لقاني في الدشره تاعو. لقيته في الدشره سانشيرمون فريمون. ديروا في بالكم باللي راح نجي نزور كامل الدشرات في الجزائر كامل. والله. الشرق شمال جنوب وين كاين دشره راني تماك باذن الله راح نكتشفوا العادات والتقاليد تاع شعب جزائري. وحبيت نشكره والله استضافنا اليوم ورانا بزاف بزاف حاجات مالغري هو قال لي انا ماشي قيد والله وسموه ورانا كل شيء من قلبه على بالكم وعرضنا والله ربي يحفظك وان شاء الله وربي يحفظ يماك والله ربي يحفظ على الكاطو الكاطو لي بزاف بزاف بنين بصحتك اخويا بصحتك كيف نقولوا كيفاش نقولوا مرحبا صحيتك كيفاش نقولوا مرحبا بكم انشوف يسول انسول فيسول انشوف يسول ارجونتار انسول خلينا نهضر انشوف انسوف يسول يسول انسوف يسول يسول يسون انفوس يسون انسوف انسوف يسون او لازم تعلم قبيليه دوكا مادام راني ندور هنايا في تيزي وزو بجايه خصني نتعلم قبيليه باذن الله. اخويا المهم نشوفكم في مغامره جديده وفيديو جديد يلا سلام.